السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفة أفكار. ما شاء الله نقدم تشيز كيك سهل وسريع، يتصاوب ببقايا الكيك. بقات لكم شي بقايا الكيك ما نلوحوش نستعملوه في التشيز كيك هذا. إذا بغيتو طريقة التحضير تابعوا معايا هذا الفيديو آخر. نبداو على بركة الله. مكونات هاد الكيك ديالنا، عندنا هنا القشطة الطرية 400 غرام، تكون باردة مزيان. عندنا هنا الجبن الطري، هنا اختاريته كيري بواطا. عندنا هدا التزيين فريز. عندنا الشوكولاط، نخلطوه مع الكريمة، جوج معالق كبار ديال السكر كلاصي. عندنا بقايا ديال الكيك كتشوفوا الكيك عجنتو مزيان، كيولى بحال هكا، وخلطتو مع طريفه الشكلاط كنعجنو مزيان. عندنا هنا الفريز طحنتو مزيان، طحنو بوحدو بلا ما، كنطحنوه مزيان وكنطيبوه مع شويه السكر، واحد معلقه كبيره الحامض. انا درت تقريبا كميه قليله، يعني شي 5 الفريزات صغار، طحنتهم مزيان كي طحن على هذا الشكل هذا. بداية كناخد واحد المول، تقريبا خديت هاد الدائري صغير، كنديرو فيه هاد الكيك. بعد ما قاديتها غنخشيها في الخشيه الكونجيلاتور باش تقساح ليا، باش نعرف كيفاش نخدم بها. بعد غناخذ القشطه الطريه نضربوها مزيان مع السكر. خاص هاد الاناء يكون بارد مزيان، حتى تكون بارده باش تطلع لنا مزيان. ديروا السكر، حتى الضرب خصو يكون بارد. من بعد ما حصلنا على هذا القوام هذا ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا، غنزيدو الجبن ديالنا هذا كيري ونضربوه معاه مزيان. ضربوه مزيان حتى يتكاتف. بعد ما خلطنا الجبن مع الكريمه كتجي على هذا الشكل هذا، خلط مزيان تتولي مجموعه. كناخذوا الشوكولاط كنخلطوا مع الشوكولاط، نقدروا نديروا طريفات ديال سميتو الفريز مقطع ولا مطحون. هنا غنديروا الفوق، غندير الشوكولاط. بعد ما خرجته من الثلاجه دابا غادي نفرغ فيه داك الخليط. فهمنا غنقطع حطها في الثلاجة. من بعد ما خرجتها من الثلاجة تكون كارمة مزيان باش نديرو فيها الصوص ديال الفريز.
كما قلت لكم خليت الفريز طحنته مزيان، ما درتش فيه الماء، طحنته بوحدو وطيبته مع شويه السكر والحامض، كيجي لهذا الشكل هذا خاطر، ما كنديروش فيه تقطرات الماء. دابا غادي ناخذو غنديرو وناخذ الفريز مزيان الشكل هذا. بعد ما قاديتها يعني ما تقيسوش بسباتول، نبداو نديروها بحال ما هكا حتى كتسرح كتقاد بحال هكذا. ناخذ الفريز زينو، شوفوا وندخلوها للكونجيلاتور حتى كتكرم مزيان، عاوتاني نشف الفوق باش نخرجوها. الشكل النهائي ديال التحليه ديالتنا هي هذه كما كتشوفوا، درت لها الشوكولات ابيض حكيتو رشيتو، نتوما زينوها كيف ما بغيتو. نتمنى انها تعجبكم، الى عجبكم الفيديو ديروا لايك وشاركوا في القناه ديالي. مع السلامه مع وصفه جديده ان شاء الله.